السلام عليكم خوتنا وحبابنا، نهاركم مبروك. تحياتي لكم الخوت. اليوم راجع عندنا واحد صديق متتبع القناة ومتتبع يونس ود مجيد. كنت بعت لي واحد جوج خرفان، الله يبارك الله يستر ليه. قلت لي كتسكن في سيدي رحال، والسكنة كاين عندك تاني في مزابيك، اييه نواحي ديال بن احمد، الله يستر لك. هذاك الشيء اللي جيتي وقالي لقيتي، احنا التمارة ما قديناش نخسروا لك في التمن، ايوا هذا قولي كاين. ايوا فرجة ممتعة، واجي ان شاء الله تنوريكم الخرفان والله يسر الامور. واللي يحتاج شي حاجة راه مرحبا والف مرحبا، احنا راه ديما مع المشاهدين. هو الله يدير الخير الخوت، تبارك الله عليك. بارك الخوت، هادو راه هما اللي دات السيد الله يسر ليه. 2650 درهم الخوت، الله يبارك، الله يسر الامور، حيت شارجيهم للسيد والله يسخر لي، والله يسخر الناس ديال دار بو عزة والناس ديال مزاب، الله يجيب التيسير اسي. انت ما تكتف هما والو، راه مالا عندك راه تهز خمسة، الله يجيب التيسير.